اهلا بحضراتكم من جديد، واخبار الاهلي ومتابعه لاخبار الاهلي خلال الساعات الاخيره. كنت لسه بتكلم مع حضراتكم وقلت ان القرار الرسمي من اداره النادي الاهلي اعلنه الكابتن ساير عبد الحفيظ بوجود دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي خلال الساعات القادمه، خلفا طبعا لدكتور خالد محمود الذي اعتذر لظروف خاصه خلال الفتره السابقه. طيب، لمزيد من التفاصيل ولاول مره على شاشة قناة النادي الأهلي معانا عبر الهاتف دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. دكتور أحمد، مساء الخير عليك وألف مبروك هذه المهمة، وبالتأكيد نتمنالك التوفيق يا رب خلال الفترة اللي جاية. مساء الخير يا محمد، وأهلا بيك وأهلا بكل مشاهدين قناة النادي الأهلي، والحمد لله ويا رب يعيننا يا رب إن شاء الله في الفترة اللي جاية إن شاء الله. اقول لك مبروك ولا اقول لك ربنا يكون في عونك؟ بالتاكيد الفتره الجايه عارفين في ضغط مباريات، وتحديدا الدوري المصري وضغط المباريات والامور في الكره المصريه مختلفه عن العالم بره، فالناحيه الطبيه بيبقى في صعوبات كبيره خاصه في الكره الافريقيه والكره المحليه تحديدا. ازاي هتقدر تتعامل بقى مع الملف ده الفتره الجايه، وخاصه انك مش غريب عن المكان، حضرتك احد الاطباء اللي اشتغلوا في قطاع الناشئين وتحديدا فريق الشباب، وعندك خبرات كبيره في هذا الشان. يعني يا محمد، هو طبعا مبروك لان ده تشريف ليا طبعا ان انا رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي، ده شرف كبير جدا طبعا لاي دكتور في العالم كله مش في مصر بس. تمام. وربنا يعيننا طبعا، لان فعلا المهمه مش سهله، الحفاظ على صحه لاعبين النادي الاهلي ديت مهمه كبيره ومحتاجه مجهود كبير ومحتاجه تركيز عالي، ويا رب ان شاء الله ربنا يعيننا على المهمه دي، وان شاء الله نقدمها على اكمل وجه، وان شاء الله باذن الله نطلع بنتائج كويسه جدا ان شاء الله. طيب، خلال الفترات الاخيره انا عارف كان في سير ذاتيه دكتور محمد شاور رئيس اللجنه الطبيه تقدم بها للاداره، وكان في دراسه لهذا الامر وتمت اجتماعات. يعني لما اتعرض عليك الامر استقبلت الموضوع ازاي، والاجتماعات اللي تمت خلال الساعات الاخيره قبل الاعلان بشكل رسمي؟ يعني هو في البدايه كده انا احب اشكر الاول يعني الحمد لله طبعا بفضل من ربنا سبحانه وتعالى ان انا اتشرف بالمهمه دي، واشكر مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، دكتور محمد شوقي رئيس اللجنه الطبيه، يعني كان من يعني كان هو اول حد بلغني بالخبر، وكان في اجتماعات طبعا وكان في مشاورات كتير، والحمد لله الحمد لله ان كان في استقرار يعني على شخصي، ويا رب تكون ثقه غاليه منهم، وان شاء الله اكون قدها، وان شاء الله ربنا يعيني عليك باذن الله. اكيد حضرتك قدها ودود باذن الله، انا طبعا مش هثقل عليك. بكره ان شاء الله اول عمل رسمي مع الفريق الاول باذن الله في التدريب. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله هكون موجود معاهم من الساعه 1 ان شاء الله. باذن الله، الف مليون مبروك، نتمنى لك التوفيق، والفتره الجايه يا رب باذن الله تكون افضل، خاصه كمان مع اجراءات فيروس كورونا، اعتقد هيكون في تفاصيل كتيره الفتره الجايه تقدر طبعا تشتغل عليها بشكل كويس طبعا مع الفريق سواء محليا او افريقيا دكتور احمد. طبعا طبعا ان شاء الله، وان شاء الله نتابع كل البروتوكولات العالميه في التشخيص والعلاج باذن الله جائحه كورونا، وان شاء الله ربنا يعيننا على المهم. دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله اللي بالتاكيد في اول حديث رسمي لطبيب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بعد الاعلان من قبل اداره النادي الاهلي. طبعا دكتور احمد ان شاء الله نتمنى له التوفيق الفتره الجايه اهلي لهذه المهمه، وبنشكر بالطبع ايضا كمان دكتور محمد شاور رئيس اللجنه الطبيه اللي اشتغل على هذا الملف في الفتره الاخيره مع الكابتن محمود الخطيب لدراسه هذا الامر وما يكونش فيه اي خلل، خاصه ان كمان الفتره اللي فاتت بنشكر ايضا كمان دكتور اسامه مصطفى اللي كان موجود بشكل رسمي في الفريق الاول بعد اعتذار دكتور خالد محمود بعد نهائي افريقيا، ومحدش حس باي مشكله خالص، دايما الاجهزه الطبيه في النادي الاهلي بتشتغل بشكل علمي سليم جدا، والكل داخل النادي الاهلي موجودين داخل الكيان عارفين كل التفاصيل، والناس ولا اكن بيحصل اي اختلاف، تاني يوم على طول الناس بتشتغل وبتخش في الموضوع على طول، والناس بتشتغل الحمد لله بشكل كويس جدا.